اتبرع عشان نقدر نداوي قلوب أكتر. مركز أسوان للقلب الجديد، مفتاح قلوب أكتر بين إيديك. مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، من القلب للقلب. ما معنى كلمة التوكل من وكلة؟ الوكيل هو المتكفل، الضامن، الراعي، هذا يسمى وكيلا. المالك، الرب يعني المربي، المحافظ على الشيء، الحامي للشيء، الراعي له، يسمى عند العربي وكيلا، حتى يقال فلان وكيل الناقة، أي المتوليها، القائم عليها. والمتوكل هذاك الوكيل، أما المتوكل هو الذي يعتمد على الوكيل، هو الذي يسند أمره إلى الوكيل، هو الذي يثق في الوكيل، فيسمى متوكلا. والمقصود بالتوكل هنا ثقة القلب بالله سبحانه وتعالى، بوعد الله جل جلاله وتعالى عظمته، ثقة القلب برزق الرزاق، لا، ثقة القلب بالرزاق الذي يرزق. نعم، في مرحلة السلوك يمكن أن نقول ثقة القلب برزق الرزاق، لكن هذا لا يزال في مرحلة مجاهدة والسلوك. لكن الذي يريد أن يكون متوكلا على الحقيقة، الذي يريد أن يكون متوكلا على الحقيقة هو يثق في الرزاق إذا قلق من حصول الرزق، يثق بالذي بيده الشفاء والعافية سبحانه وتعالى إذا خاف من المرض، يثق بالنصير إذا خاف من عدو، يثق بالمعين إذا خاف من عجز، يثق بمن يقوم عليه، القيوم، إذا خاف على ولد وذرية واستقرار. قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك، ومساء وصباحه بيسألني عليك.